السلام عليكم أبنائي وبناتي الأعزاء. إحنا النهاردة هنتكلم عن شابتر 3. شابتر 3 بيتكلم على الأوديت ريبورت، وإحنا كنا ذكرنا من أول شابتر الأوديت ريبورت وعرفنا أهميته، إن هو includes الأوديتورز أوبينيون أباوت ذا فيرنس أوف فاينانشال ستيتمنت. أنا هنا عرضت في الأول آخر سلايد، على أساس إن السلايد دي تعتبر هي الأساس وهي اللي هتشرح لي كل السلايدز الثانية اللي بعد كده. السلايدز دي بتعبر عن التايبس اوف اوبينيون. انا بقول الشابتر ده بيتكلم عن الاوديت ريبورت، الاوديت ريبورت اللي هو بيظهر فيه الاوديتورز اوبينيون. يبقى في الحاله دي هنلزم اعرف الاول الاوديتورز اوبينيون عباره عن ايه، وهو هيظهر فين، مكانه فين في الاوديت ريبورت. فاذا دلوقتي لازم ادي فكره عن التايبس اوف اوبينيون، وبعد كده لما ابتدي اتكلم عن بقيه السلايدز هنفهم الكلام ده كويس قوي. فهنا عندي بالنسبه للاوديتورز اوبينيون، ممكن قوي هنا في عندي فور كاتيجوريز اوف اوديت ريبورت. الفور كاتيجوريز اوف اوديت ريبورت عندي هنا بيكون في انكواليفايد اوديت ريبورت، ولما اقول انكواليفايد ريبورت او انكواليفايد اوبينيون الاثنين ذا سيم. يعني انا لما بدي الاوبينيون بتاعي انكواليفايد ده معناه ان نوع الريبورت انكواليفايد. لما بقول بدي qualified opinion يبقى نوع الريبورت qualified report، لما بدي disclaimer opinion يبقى نوع الريبورت disclaimer report. يبقى الادجكتيف اللي انا بوصفها ليه الاوبينيون هي اللي بتنعكس على الادجكتيف بتاعت مين، الريبورت نفسه. فلما اقول unqualified audit report اللي هو معناها ده unqualified opinion، والانكلوفات اوبينيون ده بيعتبر هو الموست كومن اوديت اوبينيون. يعني دايما اللي اي كلاينت بيتمنى ان هو يلاقي ان الاوديتورز اوبينيون هو انكواليفايد. انكواليفايد معناها ان هنا ان اول فاينانشال ستيتمنتس ار فيل ستيتد ان فاينانشال ان ايه ان اكوردنس ويز جي اي بي اند ذير از نو اني ايفنت اور ذير از نو اني سيركمستانس ريكوايرينج qualifications or modification of the report. يبقى هنا this type of opinion معناها ان الاوديتور هنا هيدي unqualified opinion. unqualified opinion يعني without any comment without any reasons to departure from the most common opinion. يعني هنا معناها ان انا ما فيش اي ريزون او ما فيش اي ايفنت او اي سيركمستانس يعني make the client to change his opinion about financial statement. فهنا عشان كده ال unqualified audit report is called a clean opinion. A clean opinion اي معناها without any comments. Without any comments زي ما بقول مثلا الاكونت ده مثلا good. Good only. لكن لما اقول الاكونت ده جود بس في ترانزاكشن مثلا اكسبت ترانزاكشن، يبقى انا هنا عملت فيه كومنت. كنت طالما ان انا حددت بحاجه معينه يبقى هنا في كومنت، ما يبقاش unqualified. كلمه qualified وunqualified معناها unqualified اي لا يتم تعديله، لما تعملوش modification. يبقى هذا الراي هو البيور، هذا الراي اللي هو بنقول عليه الرو اللي هو لم يتم له اي modification خالص. يبقى هنا نقدر نقول الاوديتور ويل جيف unqualified opinion about the fairness of financial statements if all financial statements are prepared in accordance with GAAP without any exception and if there are no circumstances requiring to make a modification in the report or to change the auditor opinion. ده الفيرست كاتيجوري او فيرست ستاندرد. الكواليفايد ريبورت بقى اللي هو الكواليفايد اوبينيون ده هنا الاوديتور ويل ايشو ذيس تايب اوف اوبينيون اللي هو الكواليفايد اوبينيون اف اول فاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد ان اكوردنس ويز الجاب اكسبت مثلا سم اكونت اكسبت اكونت معين او اكسبت سم اكونت او اكسبت مثلا في ترانزاكشنز معينه. يبقى لما يكون في اكسبشن ما بديش unqualified بدي qualified. qualified يعني معناها ايه؟ معناها ان الريبورت ده ايه modified. طيب
الثيرد بقى، الثيرد تايب اوف او كاتيجوري اوف الاوبينيون اللي هو الادفرس. ادفرس معناها ان انا ان كل اول فاينانشال ستيتمنتس ار نوت فيرلي ستيتد ان اكوردنس ويز جي اي دي. يبقى لو فرقت بين الثلاثه، الاول واحد ان كواليفايد اوبينيون، اول فاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد ان اكوردنس ويز جي اي دي، عكسه على طول ان لو ادفرس يبقى اول فاينانشال ستيتمنتس ار نوت فيرلي ستيتد. But الكواليفايد معناها all financial statements are fairly stated except، يبقى هنا في exception معين. وكمان بالنسبه للكواليفايد اوبينيون معناها ممكن يكون في عندي مثلا limitation او عندي pressure مثلا من حد بيضغط عليه علشان to change his opinion، لكن ده يعتبر ممكن بسيط او ممكن نعمل له recovering وكده، فبدي على طول هنا ايه qualified. بط بقى اللي هو الفاينل اوبينيون اللي هو ديسكليمر اوبينيون. ديسكليمر اوبينيون مين؟ الاوديتور از انيبل تو كونتينيو، از انيبل تو جيف هيز اوبينيون، اوكي، بيكوز هي از مثلا ايه نوت اندبندنت، بيكوز هي از نوت اندبندنت، بيكوز هي مثلا ذير ار سكوب ليميتيشن. يبقى لما بيكون عندي ديسكليمر اوبينيون امتى بستخدمه؟ في حاله وجود سكوب ليميتيشن، وفي حاله ان الاوديتور از نوت اندبندنت. يبقى عرفنا دلوقتي الفور تايبس اوف او الفور كاتيجوريز اوف اوديت ايه ريبورتس، اللي هم نفسهم الاوديت ريبورتس او الاوديت اوبينيونز. طيب نبتدي بقى، احنا هنركز كله على زي ما قلنا الموست كومن اوديت ريبورتس اللي هو الان كواليفايد. هنركز الاول شويه على الان كواليفايد، هنلاقي بقى طب في بارتس معينه بتبقى موجوده في الان كواليفايد. وبعدين هنلاحظ هنا حاجه، ان احنا بنتكلم بنقول ايه الستاندرد، هل معنى كده ان في عندي unqualified opinion او standard unqualified opinion؟ لا، هما الاثنين واحد، بس هما بيعتبروا عشان unqualified ده اللي هو الموست كومن كذا، الموست كومن ريبورت، فبنعتبر ان هو الستاندرد بالنسبه لاي كاتيجوري اخرى. فاذا البارتس اوف ذا ستاندرد unqualified opinion هما عباره عن 7 بارتس. السيفن بارتس دولت منهم 4 اللي هما بنقول عليهم الحاجات الاساسيات، زي ما بنقول مثلا التايتل، التايتل ده مثلا الريبورت ده تايتل بتاع مين، مثلا على الكاش يبقى تايتل ده ريبورت على الكاش، ده ريبورت على مثلا رو ماتيريالز، ده ريبورت مثلا على مثلا الاكونت ريسيفابل اند سو اون. ايضا الادريس، الادريس مش معناها ان هو هيروح فين وشارع ايه، لا، الادريس هنا معناها هيروح لمين، يعني مثلا ممكن يروح مثلا للهيد مثلا اوف ديبارتمنت، مثلا ممكن يروح مثلا لمصلحه معينه، لكمباني معينه وهكذا. ايضا تحت خالص في النيم اوف سيبا فيرم، النيم اوف سيبا فيرم اللي هو ده يعتبر الايه الاوديت فيرم اللي هو بيراجع، المكتب اللي بيراجع. يبقى لازم يكون اعرف التايتل مكتوب، لازم اعرف الادريس، لازم اعرف اسم المكتب اللي هو المراجع نفسه، المراجع الاكسترنال، ولازم كمان ان يكون في الديت. الديت مهم جدا، يعني هنا تو افويد اني دوكيومنتس مثلا بريفيس، مثلا دوكيومنتس مثلا ممكن تكون بتاريخ سابق، مثلا ممكن تكون في سنه ثانيه ولا في اي حاجه كانت الدنيا رايجه فيها، فبيقدموا على انها ذا كارنت ديت. دول الفور اللي هما الاثنين اللي فوق اثنين اللي تحت. لكن بعد كده في عندي، هنلاحظ ان في عندي 3 باراجراف. الثري باراجرافز دولت بنسميهم الانترودكتوري باراجراف، السكوب باراجراف، اند الاوبينيون باراجراف. وات مينت باي ايفري ون؟ الانترودكتوري باراجراف اللي هو الفيرست ده بيبقى هنا بيعمل ديسكريبشن للكمباني اللي انا بعمل لها الاوديت او تو بي اوديت، وبكتب فيها كل الايه الديتيلز اللي انا عايزاها في الاول، يعني بعمل ديسكريبشن فيها. السكوب باراجراف هنا تو ديتيرمين الاليمنت ايه يعني ماست بي اوديت، يعني مثلا هرجع ايه، هرجع فاينانشال ستيتمنت، هرجع مثلا الترانزاكشنز معينه، في مثلا ايضاحات معينه اند سو اون. انما الاوبينيون باراجراف ده هو ده اللي بيحدد بقى الايه الاوديتورز اوبينيون، هل هو كواليفايد اور ان كواليفايد او كذا او كذا. يبقى انا دلوقتي عندي 7، فور منهم اللي هم الحاجات الايه الشكليه اللي هو الديت والنيم والتايتل والادريس والنيم اوف سيبك فيرمز. اما الريمينج اللي هم 3 باراجرافز اللي هم الانترودكتوري والسكوب والاوبينيون. طيب دلوقتي بالنسبه للان كواليفايد اوبينيون، قلنا الان كواليفايد اوبينيون ده انا ممكن احدد فيه، بسال فيه، انا سالت في الفقره السابقه او في السلايد اللي فاتت عن البارتس بتاعته اللي هم السبب، اوكي. هنا بقى ممكن يكون في سؤال ثاني يقول لنا ايه، وات ار كونديشنز فور ستاندرد ان كواليفايد اوديت اوبينيون، ايه هي الكونديشنز ايه
that help the auditor to give his to give unqualified opinion. ايه الحاجات اللي هي motivation to give unqualified opinion؟ اول حاجه هنا عندي هم في هنا 5، ودي الحاجات دي مهمه جدا. مثلا هنا بيقول اول حاجه اللي هي all financial statements are included، يعني لازم هنا علشان ادي unqualified يكون الاوديتور examine all financial statements without any exception. يعني هنا ما اقدرش يقول بعد كده لا ده هو اصله في financial او في account ايه ما هو ما تراجعش، يبقى ده ما ينفعش، لان لازم كل financial statements are included inside the audit process. نمبر 2 لازم تكون كل الثري جنرال ستاندردز اللي هم ايه؟ اللي هم الادكوت تريننج، اللي هم الاندبندنت، الديو بروفيشنال كير هاف بين فولود. يعني لازم يكون هو كواليفايد، لازم يكون كومبتنت، لازم يكون اندبندنت ان اول اسبيكتس تو ايه؟ اون ذا انجيجمنت. يبقى لازم تتوفر فيه كل الايه جنرال ستاندردز بلس الايه؟ ان كل الفاينانشال ار انكلودد. Also sufficient evidence has been accumulated. تالت حاجة بقى هنا فيها في الكونديشنز ان يكون هنا الاكيوميليشن الايفيدنس او الاكيوميليتد ايفيدنس لازم تكون relevant وتكون sufficient. لازم تكون relevant وتكون ايه؟ sufficient. خلاص؟ طيب في بقى اللي عندي الفورس اللي هو ان الفاينانشال ستيتمنت لازم تكون، واحنا قلناها في الفيرست ايه اوبينيون، قلنا بدي الانكواليفايد اوبينيون if the auditor finds that in financial statements are fairly stated in accordance with the GAAP or a generally accepted auditing principles. ادي حاجه. الحاجه الثانيه برضو اللي احنا قلناها فيها ان if there is no any circumstance requiring modification in a explanatory paragraph. طيب ايه حكايه بقى الاكسبلاناتوري باراجراف اللي هي ظهرت دي دلوقتي؟ احنا كنا لسه بنقول ان انا عندي البارت 7 منهم 3 اللي هم الباراجراف اللي هم الانترودكتوري والسكوب والاوبينيون. في عندي بقى فوق الفورس ده ممكن قوي ان الاوديتور يعمله، لكن هو مش داخل ضمن البارت نفسها اساسياته، ولكن الاوديتور ممكن يستخدم اكسبلاناتوري باراجراف. ليه؟ ممكن يدي انكواليفايد، والانكواليفايد ده معناها ان هو اعتبر كل حاجه ايه يعني كل الفاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد او كل الجاب ار فولد. خلاص؟ لكن في نفس الوقت ممكن قوي لازم يشير الى ايه؟ سبوز مثلا ان في عندي كومنت معينه وانا عملت لها اجنور، ممكن الكومنت دي تكون مثلا في حاجه ان ماتيريال مش ستيتمنت. ان ماتيريال يعني ملهاش اي ريفليكشن اون ذا اذر اكونت. يبقى في الحاله دي طالما انها ايه ماتيريال ممكن نعمل لها اجنور، وفي الحاله دي ادي على طول انكواليفايد واقول خلاص ده مش هياثر على الايه الاوبينيون نفسه. يبقى اذا لو هنا عندي ايه ماتيريال ميس ستيتمنت ممكن يتعمل لها اجنور، وفي الحاله دي الاوديتور ويل جيف انكواليفايد اوبينيون بس ويز ايه ويز اكسبلاناتوري باراجراف. يعني لازم يدي يشرح الكلام ده ويقول حصل كذا وانا عملت اجنور ليها از ايه ماتيريال ميس ستيتمنت. طيب زي ما هنا في question about conditions to give unqualified opinion، في ايضا conditions تانية او reasons تانية to departure from unqualified opinion. ايه هما بقى؟ السكوب ليميتيشن لسه قايل عليه. السكوب ليميتيشن ده معناها ان في هنا بريشر جامد جدا بيكون من المسؤولين عليه ان هو لابد ان هو يعمل تشينج او يعمل modification للايه؟ لهيز اوبينيون. يبقى هنا السكوب ليميتيشن ده يخلي الاوديتور ما يديش unqualified opinion. طب يدي ايه؟ ممكن يدي qualified، ممكن يدي او يعمل disclaimer لو هو بقى من ايه؟ يعني refuse to ايه؟ to make modification. ايضا الجاب ديبارتشر، جاب ديبارتشر هنا means ان الجاب ار نوت فولد. يعني لو لقى ان الجاب ار نوت فولد يبقى في الحاله دي هيدي هنا ايه؟ هيدي هنا ادفرس اوبينيون. يبقى الاثنين الاولانيين اللي احنا قلناهم او بيقول لي هو الديبارتشر فروم، ديبارتشر امتى؟ لو في سكوب ليميتيشن مش هيدي انكواليفايد. هنا هيدي ديسكليمر او يدي كواليفايد لو كانت الليميتيشن دي يعني سيمبل. انما لو كانت يعني في بريشر جامد عليه في الحاله دي ممكن يدي ديسكليمر. اما الجاب ديبارتشر او الجاب ار نوت فولود في الحاله دي هيدي ادفيرس اوبينيون. ايضا لو كان الاوديتور نوت اندبندنت، طبعا لو نوت اندبندنت هيدي ديسكليمر، يبقى في الحاله دي مش هيدي انكواليفايد. اذا بالنسبه للفيرست او الواحد مش هيدي انكواليفايد لان في سكوب ليميتيشن. طب الثاني في الجاب ار نوت فولود مش هيدي انكواليفايد لان هنا هيدي ادفيرس. الثالث الاوديتور نوت اندبندنت مش هيدي انكواليفايد
qualified لان هيدي adverse. طيب في بقى بالنسبه برضو لل unqualified report برضو اللي احنا قلنا with explanatory، يعني الحاجات اللي هو ممكن يتغاضى عنها ويدي unqualified مع ايه with explanatory paragraph. علشان كده هم بيعتبروا ايه، يقولوا لك الكاتيجوريز اوف الاوبينيون بيقسموها ازاي، يقول لك unqualified unqualified opinion، قاعدين unqualified opinion with explanatory paragraph نمبر 3، qualified opinion نمبر 4 بقى بيجمع الادفيرس اند ايه اور الديسكليمر اوبينيون، بيجمعهم مع بعض. طيب ايه بقى هي الايه الحاجات اللي بتحتاج اكسبلاناتوري؟ اول حاجه لو في ليك اوف كونستنس ابلكيشن فور جنرال اكسبت اوديت، لو كانت المعيار اللي هو السكند ستاندرد بالنسبه للاوديت ستاندرد، لو كان ما عنديش كونستنس بالنسبه للفولوينج اوف الجاب فروم يير تو يير، يبقى في الحاله دي هيشرح يوضح فين في الاكسبلاناتوري باراجراف، هيدي هنا الانكواليفايد ولكن هيبقى الاكسبلاناتوري باراجراف هو اللي هيوضح الحاجه. ايضا لو كان في داوت اباوت الجوينج كونسيرن، جوينج كونسيرن اللي هو ان هو يستمر استمراريه، لو هنا في اي داوت ان المشروع ده ممكن يستمر السنوات الجايه يبقى لازم يدي فكره، يبقى عن السنه دي كويسه فبيدي انكواليفايد، لكن بالنسبه للفيوتشر او نيكست مثلا يير يبقى هنا في الحاله دي في تخوف، يبقى هنا هيدي في الاكسبلاناتوري باراجراف هيدي هيانديكيت تو الايه الجوينج كونسيرن. ايضا الاوديتور اجريز ايه تو ديبارتشر فروم انكواليفايد اوبين، او اجريز تو ديبارتشر فروم فولوينج الايه الجاب، يبقى في الحاله دي برضو لازم ايه لازم تتكتب في الاكسبلاناتوري باراجراف. ايه كمان الامفيسيس اوف اي ماتر، يعني هنا في مثلا مطر معين وفي عايزين ناكد على حاجه معينه، مثلا ممكن يكون في ايفنت معين والايفنت ده يعتبر ايه الماتيريال، الماتيريال ايفنت او الماتيريال ماتر، فممكن الاوديتور هنا يعمل اجنورنج ليها وبيدي برضو الانكواليفايد اوبينيون. الفيفث بقى هنا عندي اللي هي ريبورتس انفولفينج اذر اوديتور، يعني لو كان ما عنديش اوديتور واحد، لو جالي بقى اكتر من اوديتور يبقى لازم نكتب الاكسبلاناتوري باراجراف ان الاكزامينشن دي تمت عن طريق الاوديتورز ايه مثلا العدد النيمز اوف الاوديتورز نفسها، ده يتوضح في الاكسبلاناتوري باراجراف. زي ما قلت الاكسبلاناتوري باراجراف ده بيبقى عن طريق الاوديتور هو اللي بيحدد يعني يوضح في الاكسبلاناتوري باراجراف اور نو، ده بخلاف طبعا الثري باراجرافز الاخرى اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. يبقى اذا دلوقتي ادي الفور كاتيجوريز اوف اوديت، دي دول طبيعيين في الاول، فاللي هم الايه بقى الستاندرد انكواليفايد، وبعد كده الانكواليفايد ويز اكسبلاناتوري باراجراف، وبعد كده الكواليفايد، وبعدين هنا وجمع هنا الادفيرس اند ايه اور ديسكليمر. فاحنا لما يطلب مننا يقول لنا ايه هم الفور كاتيجوريز احنا نكتب دول الاساسيين، بس انا شرحت في الاول فصلتهم عن بعض عشان نوضح الحقيقه فين، لكن هم دول يعتبروا الايه الاساسيين اللي عندنا. طيب هنا الاوديتور بقى هنا احنا قلنا ان هو بيدي هيز اوبينيون اباوت الفاينانشال ستيتمنت. في حاجه كمان ثانيه بيديها الاوديتور بالنسبه للايه للانترنال كنترول، دي اوفر الفاينانشال، يعني اوفر الفاينانشال ريبورتنج، يعني مع الفاينانشال ستيتمنت بيدي برده الاوبينيون هيز اوبينيون اباوت الانترنال كنترول. وبنلاقي هنا ان طبعا في السكشن 4.4 بالنسبه للسيربنت اوكسلي اكت ان الاوديتور ماست ريبورت اون الافكتفنس اوف انترنال كنترول، يعني هنا الاوديتور لازم يكون هنا مسؤول عن عن الايفالويشن اوف انترنال كنترول سيستم. جات الباك اب بقى اللي احنا قلنا عليها قبل كده، الباك اب دي اللي هي بتعتبر اللي هي عملت موديفيكيشن وعملت ادكشن للستاندرز وللبرنسبلز اللي هي ايشود باي الاي اي سي بي اي اللي هي الانترناشونال اللي احنا بنقول عليها الايفرس دلوقتي. فهنا ريكوايرز ان اوديت ان ذا اوديت اوف انترنال كنترول تو بي انتجريتد ويز ذا اوديت اوف فاينانشال ستيتمنت، هنا علشان تكون نحدد ايه ان كل الاكزامينشن اوف فاينانشال ستيتمنت دي بتبقى ايه برضه في نفس السكوب بتاع او نفس النطاق بتاع الانترنال كنترول، لان بيكون في فولوينج للانترنال كنترول بروسيجر يبقى هنا معناها ان هنا في فيرنس اوف فاينانشال ستيتمنت. كده خلصنا الكلام عن الانكواليفايد اوبينيون، هنيجي بقى للكواليفايد اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. فالكواليفايد اوبينيون ريبورت معناها ان ده نوع التقرير كذا، كان ريزلت فروم ايه؟ لو في عندي ليميتيشن اون على السكوب والهنا والاوديتور ممكن يعمل له اجنور مثلا او اي حاجه فبدي كواليفايد، لكن لو هو هيدي مثلا
هابلي بريشر يبقى في الحاله دي لازم يدي ديسكليمر وهكذا. ده الكواليفايد. طيب الادفرس بقى اوبينيون لو كانت اول فاينانشال ستيتمنتس ار نوت فيرلي ستيتد ان اكوردنس ويز الجاب اللي شرحناها في الايه في الفيرست سلايد اللي عندي. بعد كده الديسكليمر اوف اوبينيون اللي هو الاوديتور اف ذا اوديتور از نوت اندبندنت اور اف ذا اوديتور انيبل تو كونتينيو يبقى في الحاله دي او نوت ساتيسفايد ويز الاوفر اول فاينانشال ستيتمنتس يبقى في الحاله دي بيدي ديسكليمر ايه اوبينيون، يعني كانه بيمتنع هنا بيرفض يقول رايه.